الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم الإخوان، معكم عاطف حمد رئيس جمعية النهضة للتنمية والتضامن دوار نقيشة جماعة سيدي محمدون ولاد عبو إقليم برشيد. الدوري هذه 3 سنين، شي 3 أليات، النسخة الثالثة، النسخة الأولى دوزناها، النسخة الثانية تأجلت بسبب الكوفيد، وهذا العام إن شاء الله رحنا الحمد لله رحنا ضمناها عاوتاني. الهدف هو نجمعوا ما بين الدواور المنطقة ونخلقوا التآلف ما بيناتهم والتواصل، وحطينا هذا الدوري تحت شعار الرياضة تهذيب للنفوس وتوحيد للصفوف. هذا الدوري كنديروه بمناسبة عيد الأضحى لسبب أنه الأغلبية الوليدات ديال البلاد هنايا كلهم خدامين في شي في كازا شي في الرباط شي في المهم خارجين على المنطقة. كلهم كيرجعوا للبلاد ضروري كتلقاهم كلهم كيكونوا هنا. هي الظرفيه المناسبه باش ننظموا هذا الدوري هذا باش يشاركوا فيه جميع الاخوان اللي خارجين على 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 الدواوير اللي كاينه هنا. الجمعيات كاينه الجمعيه المنظمه جمعيه النهضه بدوار نقيشه، كاينه جمعيه شباب القواسم دوار القواسم، وجمعيه السلام ولاد عزوز، وجمعيه المزامزه المرازي. هادو هما الجمعيات اللي مشاركين معنا هذا العام ان شاء الله الحمد لله. كلهم جماعه سيدي بن حمدون جماعه سيدي بن حمدون اقليم برشيد، الا جمعيه المزامزه تابعه لجماعه سيدي العايدي اقليم سطات. هاد الفرق اللي لاعبين دابا كينتميو لوحده تنتمي لدوار النقيشه. دوار النقيشه فيه بحكم انه فيه شويه دراري زايدين، والدوار بحال مقسوم على جوج الى لاحظتي، درنا فيه جوج الفرق، وهاد الفرقه هاد الفرق اللي لاعبين دابا من ضمنهم وحده ديال النقيشه والاخرى ديال المرازي ديال المزانزه. باقي شي مباراه من وراهم؟ باقي ان شاء الله، مازال غادي تجي مباراه اخرى ديال القواسم وسميتو والنقيشه. الجمعيه الاخرى الفريق الاخر ديال النقيشه دومي فينال دومي فينال وغتبقى غيبقى دومي فينال غيبقى الفينال ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه اخيره كتقول للجمهور ديالك وكاع الناس اللي حضروا لهاد المباراه من بعيد. الكلمه اللي نقدر نقول هو اول حاجه كنشكروك على هذه المبادره، وتنشكروا جميع الجمعيات اللي شاركوا معنا في هذا الدوري هذا، وان شاء الله في الطريق الى تنظيم مهرجان حسب الاستطاعه. يعني من بعد 3 سنين ولا 4 سنين ان شاء الله تولي تلقى هنايا الخير، تلقى مهرجان يعني بمشاركه هاد الدواور، ومازال نزيدوا دواور اخرين هنايا. راه هاد الشيء ما كانش في هاد البلاد وما عمره ما كان في هاد المنطقه هذه، وحنا دابا كنستغلوا الفرصه غير تنوصلوا شي حويجات باش الناس تبدا تعرف هاد الانشطه وكذا، لان هادشي ما عمره ما كان هنا. داك الوعي وديال الاستجابه انه خصنا تيران القرب، خصنا كذا كذا كذا، فهمتي؟ هادشي مازال ما وصلناش ليه، راه غير كنحاولوا نخلقوا هاد الانشطه في ظل الظروف الصعبه اللي تتعيشها هاد المنطقه هذه. راه مازالين حنا عندنا اولويات اللي هي الطريق، راه واحد الطريق 3609 راه مازالين كنجريو ونجريو عليها، مازال راه الحمد لله قالوا لنا راه تعطى يعني تلونسا المارشي، نتمنوا انه يتفعل اكثر من هذا. هو انه راه تلونسا المارشي، وانا راه حضرنا للصفقه، حيت درنا فيه بزاف شكايات وكذا، وهذا متبعين الملف، راه حضرنا للصفقه راه دازت، وراها دابا راه الملف راه مشى للمديريه الجهويه، ومن الجهويه مشى للرباط، مشى لمديريه الطرق، من تما راه دابا راه في صندوق تمويل الطرق. ان شاء الله راه غادي يكون خير، ان شاء الله يكون خير. نشكروا الصحفي ديالنا حمزه اللي كنشكروا جزيل الشكر، والوطنيه بريس. حسن الوهاب رئيس جمعيه شباب القواسم للتنميه، اسم فريق شباب القواسم. كنقدم الشكر لجمعيه نقيشه اللي في راس في شخص السي احمد عطيف اللي عدوا البادره وكيرجع عليه الفضل في جمع الشمل ديال الدواوير اللي هي باديره ما فهمتي، هي باديره هي لان ما عمر كانت شي فهمتي، وكنتمناو شي يزيد قدام، وبغينا كما قال الاخ عطيب بغينا شي كبير ونشوفوا مهرجان
وبصيفتي مقدم ديال الخيل ما كرهناش يكون عندنا حتى حنا مهرجان هنايا ويكون ديال التفوريده. كلشي استافد من طبيعه الحال، كلشي استافد، ابناء دراري المنطقه كلشي بغينا اللي كاين اي واحد يستافد اي ميدان. ربما هذه المنطقه فيها الخير، ربما هذه المنطقه فيها الخير. من طبيعه الحال حنايا دوار نقيشه القواسم ولاد عزوز معروفين بالخيل من زمان، معروفين بالخيل والحمد لله. حنا عندنا الصربه ديالنا هنايا، صربه الاصاله جماعه سيدي بن حمدون، وكنتمناو حنايا يكون عندنا حظوظ من هنا لقدام وتعطينا فرصه في نظموا مهرجان ونبينوا حتى حنا على كل شيء، على الكفاءات اللي عندنا في هذه المنطقه اللي هي ضايعه. عندنا مباراه ضد فريق نقيشه اللي هي نصف نهايه، وكنتمناو حد اوفر للفريق ديالنا من طبيعه الحال، ونتمناو التوفيق للجميع. لا مشينا الفينال من طبيعه الحال، تاهلنا اليوم الفينال، راه حنا كنطمعوا في الكاس والحمد لله يكون خير. السلام عليكم، ابراهيم مطالب رئيس جمعيه تنميه بزامزه. حنا سعداء باش نشاركوا في هذا الدوري اللي نظمته جمعيه النهضه، وكيدخل في اطار التنسيق بين الجمعيات ديال المنطقه. ولكن تبارك الله هاد الجمعيات الحمد لله كلشي غادي مزيان، والشباب متحمسين وزعما مبينين بانهم باغيين يشاركوا وباغيين يديروا شي حوايج اونسومبل. كاين تبارك الله سميتو، حنا جد سعداء بهذا الشيء. هذه فرصه اللي حتى بزاف الشباب كاينين كيخرجوا من كتاف الدوار، كيخواو من الشباب، ديك هذه فرصه كيدخلوا. دونك ملي كيدخلوا يكون تعارف بيناتهم، ويعاودوا شويه التنسيق، شويه اللقاءات بيناتهم، وهذا الشيء زعما كيفرح، ويمكن غير يجيب نتائج زوينه من بعد في المستقبل. كاين طموح كبير، وهذا الشيء ان شاء الله غنديروه جميع، نحاولوا نديروا بالتنسيق بين الجمعيات، نحاولوا نديروا شي مسائل اللي غادي تطور هاد الانشطه. وغادي لان بصراحه هاد المنطقه مهمشه بزاف، لان المشكل ديال الكهرباء في الشتاء ما تقدرش تدوز هنايا. دونك خاص ملي غيكون شويه الحركه وشويه النشاط وشويه التعاون بين الناس، لان حنا الهدف ديالنا كجمعيات هو نخلقوا واحد النوع من الحماس والتضامن بين الشباب باش يخدموا المنطقه ديالهم، ما يتسناوش تيجي شي واحد اخر يبدا يقول لهم ويدعوا على راسهم، لان في هذه البلاد السعيده خصك تدعو على راسك. فهمتي؟ ان شاء الله كنظن هذه بوادر زوينه، وان شاء الله غادي يكون نتائج ان شاء الله. بالنسبه للملعب واش ما عجبك الملعب؟ والله بصراحه غير الدرقاع، ولكن اللهم لا همش ولا هم. فهمتي؟ يتكلفوا براسهم ويهضروا على راسهم، وما يتسناوش تيجي شي واحد باش يدير لهم. تسناو الدوله دارت لنا، دو على راسك في هذه البلاد، دو على راسك راه يكون النتيجه. فهمتي؟ الا دويت على راسك يكون النتيجه، ولكن خصك تنوض وتشمر وتهضر ودير حتى مجهود من عندك، الحاجه اللي خصها تصلح نصلحوها جميع. فهمتي؟ ويمكن غير يكون نتائج طيبه. فهمتي؟ الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.